مساء الأحد بقاعة المحاضرات عبد المجيد علاهم بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المسيلة مناقشة أول طروح الدكتوراه في الفترة المسائية. جاءت هذه المناقشة تنفيذا لتوجيهات الوزارة الوصية وضمن الإجراء الجديد الذي يقضي بفتح أبواب الجامعات عبر ربوع الوطن إلى غاية 10 ليلا. نور إسلام ملهي. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية طلب التعليم العالي والبحث العلمي والتي نوهت تنفيذا لتوصيات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تقضي بضرورة فتح المؤسسات الجامعية إلى غاية الساعة 10 ليلا، اليوم تتم أول مناقشة أطروحة دكتوراه الطور الثالث في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية على الساعة 8 ليلا. كانت هذه أول مناقشة التي لحق عليها الدور، وتمت المناقشة ابتداء من الساعة 8 ليلا بحضور بحضور كثيف للأساتذة والطاقم الإداري وعائلة الطلبة، كما لقيت استحسان كبير لدى ساكنة الولاية. السيد العميد قبل قليل اتخذ قرار بأن كل مناقشات تناقش ليلا، لذلك نريد أن نعطي نوع من الحركية الفكرية داخل الجامعة ليلا أو نهارا. هذه الفترة بكل إيجابيتها أعطتنا، خاصة نحن الأجراء والذين عندنا انشغالات في النهار، أعطتنا فترة أننا يكون عندنا متسع من الوقت من أجل المناقشة وحتى من أجل الحضور. طبعا الجامعة مفتوحة ليلا، حضروا معنا كثير من الطلبة اللي راهم مقيمين هنا والكثير من الضيوف اللي عندهم انشغالات في الليل. نتمنى إن شاء الله أنه هذه المناقشة تفوت إن شاء الله في أجواء إيجابية وفي أجواء علمية إن شاء الله.